الجيش الوطني هنا في جبهة حرب وميدي، معنويات تطال السماء، أيد قابضة على زناد تحرير وطن اختطفته ميليشيا الموت والانقلاب. وإن نعرى تجد أن أبناء تهامة وإقليمها وقياداتها والقوى السياسية أن يكونوا سندا وعونا وهم الحاضنة الشعبية لاستقبال الجيش وتحرير أقليم تهامة من أيدي العابدين والمتمردين من الحوثيين. في ميدي أصبح الميناء والقلعة والمدينة بقبضة مقاتل الجيش الوطني. خلال ساعة من الهجوم فرت ميليشيا الحوث والمخلوع من مواقعها وخنادقها تاركة جثث قتلاها وجرحاها وأسلحة وذخائر كبيرة، حيث لم تصمد طويلا أمام ضربات الجيش الوطني. المعنويات عند الشباب عالية ومرتفعة، الحوثيين يفرون كالنهاج. تقدمنا وأخذنا قلعة ميدي وسيطرنا على أجزاء واسعة من مدينة ميدي، غنمنا الكثير من الأسد الذي خلفه هؤلاء الجماعات الإرهابية، وسيطرنا بأمس صباح أمس على الكورنيش تماما، والآن إن شاء الله في تقدم للسيطرة على بقية أجزاء مديرية ميدي. في جبهة حرض انهار الحوثيون في الجمرك والسائلة، مخلفين متاريس وأسرى وقتلى وجرحى وهزيمة عميقة عمق هذه الخنادق. يقول خبراء وعسكريون أن تحرير ميناء ميدي خطوة كبيرة في تحرير الإقليم التهامي، لأن الحوثيون خسروا أهم منافذ تهريب الأسلحة القادمة من إيران. التحق أبناء الإقليم التهامي بالجيش الوطني دفاعا عن الوطن، ولسان حالهم يدوي مع أزيز المدافع عائدون يا تهامة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية.